شايفه ان احنا عشان فرقه طبله ست، قلت لا لازم نلبس فساتين عشان ناكد على فكره الستات. انا سوا محمد علي، خريجه ليسانس اداب الماني ومؤسسه فرقه طبله الست. انا كنت مهتمه بالايقاع وبالغنى، خاصه الغنى الفولكلوري، وبدات اتمرن مع استاذ سعيد الارتست في معهد الموسيقى العربيه، وبدات اهتم بالالات الايقاعيه اللي هي الطبله. بعدين بدات بشكل برضو منفرد اتمرن على الاغاني، وحسيت ان انا عايزة امزج الاتنين ببعض، يعني اغني واطبل في نفس الوقت، لكن حسيت اني مش عايزة اكون لوحدي، عايزة اكون انا ومجموعة من الستات، كلنا بنغني وبنطبل وبنعزف آلات في نفس الوقت. بدأوا ينضموا للفرقة وبدأوا يصدقوا الموضوع، وبدأنا نعمل فيديوهين كده علشان أعرف بيهم الناس اللي احنا ممكن نعمل عندهم حفلات. احنا أول حفلة لينا كانت 2019، بعدين في 2021 بدأت بقى أعمل صفحات للفرقة على الفيسبوك والتيك توك وإنستجرام وكده. أنا شايفة إن احنا عشان فرقة طبلة ست وطبلة ستات، وهي قايمة على مجموعة من الستات في الأساس، ومعانا طبعا عازفين، عازف مزمار وعازف كولا رجال عادي، بس هي أساسها طبلة الست اللي هي قايمة على فكرة ستات بتطبل وبتغني، فقلت لا لازم نلبس فساتين عشان نأكد على فكرة الستات. كلنا عندنا آلات متنوعة، في آلات بتبقى مع البنات وآلات أنا بديها له. لو في بنات عايزة تنضم للفرقة تيجي تنضم، أنا بوفر مكان البروفات، وفي أستاذ غنى بيجي يعلمنا غنى وأنا بعلمهم الآلات الإيقاعية، ده من غير رسوم. كل اللي بيشوفنا، معظم اللي بيشوفنا وبيحضر حفلاتنا وبيشوفنا على السوشيال ميديا بينبسط قوي وبينبهر بينا، بيقول لنا كملوا وخليكوا في الطريق اللي انتوا ماشيين فيه، الاغاني التراثية والاغاني الفولكلورية، لاني احنا ماشيين اصلا عكس التيار. التيار دلوقتي كله ماشي على الاغاني السريعة اللي ايقاعها واحد، الايقاع المقسوم، على الاغاني المهرجانات، على الاغاني الخفيفة، فاحنا بادئين نعمل حاجة مختلفة تماما، بنغني اغاني فولكلورية واغاني تراثية مصرية قديمة مختلفة عن الاغاني الحالية، فاللي بيشوفنا بيشجعنا وبيقول لنا نكمل في الطريق ده. ما فيش كومنتات بتضايقني، بس في كومنتات حلوة قوي لطيفة قوي. احسن حاجة بنبسط لما بشوفها ان كل الناس بتقول انتوا فرقة مبهجة وانتوا فرقة بتسبب السعادة لأي حد يشوفها، دي اكتر كومنتات انا بحب اسمعها. انا احب البحر وامن البحر، يا عيني على البحر.
اوجه رسالة لكل ست انها تعمل اللي هي بتحبه وتمشي ورا حلمها ايا كان هو الحلم ده ايه، وتحقق اللي نفسها فيه وتحاول تنبسط بالحياة وتحقق كل احلامها.